قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. أصدر ديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر من تساقط أمطار رعدية على الولايات الجنوبية اليوم الاثنين، وحسب ذات التنبيه فإن الأمطار ستخص ولايتي أدرار وتمن راست بكميات قد تصل إلى 15 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا. ينتظر أن يدشن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المسجد الأعظم الأسبوع المقبل، وهذا بعد تعذر تدشينه في بداية رمضان الماضي، وأيضا خلال مناسبة عيد الاستقلال جراء تفشي وباء كورونا في الجزائر. وعرفت هذه الأيام مختلف أقسام المسجد نشاطا كبيرا لتعقيم مختلف قاعاته، وكذا وضع الرتوشات الأخيرة تحذيرا لتدشينه تزامنا مع إعادة فتح المساجد في إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي. هذا وسيتم إطلاق اسم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي على المسجد الأعظم الذي كان رفيق نضال لشيخ عبد الحميد بن باديس في قيادة الحركة الإصلاحية الجزائرية ونائبه، ثم خليفته في رئاسة جمعية العلماء المسلمين، وكاتب تبنى أفكار تحرير الشعوب العربية من الاستعمار وتحرير العقول من الجهل والخرافات. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم رأيكم في التعليقات. قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيان لها إن التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة، وإن الصهاينة لا عهد لهم ولا ميثاق لهم، وأن فلسطين وديعة محمد عندنا وأمانة عمر في ذمتنا وعهد الإسلام في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة إنا إذن لا خاسرون، كما يقول إمامنا الإبراهيمي. وجاء في البيان على أن الجمعية وفية لمبادئها المستمدة من الكتاب والسنة والتاريخ وإحياء منها لعهد المجاهدين من علمائها في وجوب أداء النصح والتوعية بواجب الوطن والأمة بدءا بتحرير الجزائر وانتهاء بإنقاذ فلسطين. واعتبر جمعية العلماء السكوت عن الخيانة أيا كان مستواها خيانة عظمى، وأن تعاون أو تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي احتل فلسطين وداس على مقدساتنا مسجدا وشعبا هو نوع من الخيانة العظمى، مؤكدا أن القدس أخت مكة والمدينة، من خانها خانهما وليس له أي عذر، كما قال إمامنا ابن باديس. من المنتظر أن تنظم وزارة الثقافة والفنون نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب سيلا، وهذا ضمن التدابير الوقائية لمحاربة تفشي كورونا المستجد. وقد كشف جمال فغالي مدير مكتب الكتاب بوزارة الثقافة أن قرار تنظيم نسخة افتراضية للطبعة 25 لصالون الجزائر الدولي للكتاب جاء بعد التشاور مع ممثلي دور النشر الجزائريين ومسؤولي مكتب الكتاب بوزارة الثقافة والفنون، وذلك لعدم إمكانية تنظيم هذا الحدث الذي يستقطب أكثر من 1,000,000 زائر سنويا في هذا الظرف الصحي الاستثنائي. بيان علماء المتخصصون في الجيولوجيا وعلوم الأرض وهندسة الزلازل يردون على بوناتيرو بشأن تصريحاته أن زلزال قوي ومدمر سيضرب الجزائر قريبا. تنبؤات بوناتيرو خطر وطني وليس لديه مؤهلات في الجيوفيزيائية وحتى أقل في علم الزلازل. توقع بوناتيرو بحدوث زلزال مدمر في الجزائر يضر بالبيانات العلمية والاحتياطات الخطابية التي يجب أن تصاحب أي إعلان عام يتعلق بالمخاطر الكبرى. تصريحات بوناتيرو غير مسؤولة وخطيرة قادرة على إثارة ردود أفعال هلع ذات عواقب لا تحصى. بوناتيرو وقع في كارثة وركوب الأمواج على حالة الاضطراب العقلي للسكان بعد الزلزال التي ضربت منطقتي ميلا والبليدة في أوت. من بين الموقعين على البيان الصحفي نجد الأستاذ الدكتور مصطفى مغراوي من معهد فيزياء الكرة الأرضية جامعة ستارسبورغ بفرنسا وعضو أكاديمية العلوم والتكنولوجيا الجزائرية، الأستاذ جمال ميموني جامعة قسنطينة نائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ورئيس الجمعية الفلكية الإفريقية أفاس، الأستاذة كريمة بوعكاز مديرة معمل فيزياء الجسيمات والفيزياء الإحصائية في مدرسة إياناس القبة. كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية وهران
بوخاري يوسف أن فيروس كورونا بدأ يفقد شراسته، وأوضح في تصريح خاص به إذاعة وهران أن عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا شهدت خلال الأسابيع الفارطة انخفاضا محسوسا، إذ تراوحت عددها بين 30 إلى 35 إصابة مؤكدة يوميا، بعدما كانت تسجل أكثر من 100 إصابة منذ أيام، مقتصرة حاليا على كبار السن. وقال المتحدث: الفيروس فقد فعاليته وأصبح أقل شراسة من ذي قبل، وهذا زيادة على الوعي الكبير الذي اتسم به عدد كبير من المواطنين بسبب استخدام لمختلف وسائل الوقاية وفي مقدمتها الكمامات. وأكد الدكتور يوسف بوخاري أن تطور الحالة الوبائية للفيروس لا يمكن تقييمه حاليا، لا سيما بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة في إطار التخفيف التدريجي للحجر الصحي، على غرار إعادة فتح العديد من الأنشطة منها الشواطئ والمتنزهات وفضاءات الترفيه وغيرها. وقعت شركة سوناتراك اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية وينترشالدية من دراسة إمكانية التعاون في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها وإنتاجها في الجزائر ودوليا. وأفاد بيان لشركة سوناتراك أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين سوناتراك والشركة الألمانية وينترشالدية، وخصوصا البحث عن تطبيق تعاون جديد، للإشارة فإن هذه الشركة تنشط في الجزائر منذ سنة 2002 كشريك لسوناتراك تراك في تطوير مشروع رجان شمال منذ دخوله حيز الخدمة سنة 2017. دعا الطاهر بولنوار رئيس جمعية التجار والحرفيين وزارة الخارجية الجزائرية إلى التدخل العاجل لدى سفارة الجزائر بروما إيطاليا من أجل تسريع إجراءات إرسال مساعدات إنسانية قامت الجمعية عبر مكتبها بإيطاليا بجمعها لصالح المستشفيات الجزائرية. وحسب رئيس هذه الجمعية فإن الأمر يتعلق بمساعدات تصل قيمتها لواحد مليون أورو، تتمثل أساسا في كمامات طبية، قفازات طبية، أحذية طبية، ماكينتان مخصصتان للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أدوية مخصصة للأطفال عبارة عن كريمات للترهل، غسول مخصص للأطفال. قام مكتب الجمعية بروما بجمعها في إطار حملة تضامنية نسقها مكتب الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بإيطاليا لفائدة مؤسسات استشفائية جزائرية مهيئة، وتنتظر شروع سفارتنا بروما في إجراءات تخزينها وإرسالها، لكن لا خبر ولا رد من السفارة منذ شهر إلى اليوم. ودعا بولنوار مصالح وزارة الخارجية التدخل لدى سفارتنا بإيطاليا قبل إتلاف تلك المساعدات وتلك الأجهزة وقبل ضياعها، مؤكدا أن الوثائق كلها بحوزة ممثلة الجمعية في إيطاليا، كما أن رقم هاتفها وحسابها الإلكتروني مسجلان لدى السفارة. كشف وزير العدل بالقاسم زغماتي اليوم الاثنين خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية 2020 أن هذه المؤسسة الدستورية المحورية المعول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة التي تعتزم المؤسسة الدستورية منحهما إياه في الدستور المرتقب. وأضاف وزير العدل قائلا: إن ما عرفه هذا الجانب من تعديل دستوري من نقاش فياض وجاد ومتعدد الجوانب بين ذوي الاختصاص والممتهنين لخير دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها هذه المؤسسة الدستورية في هياكل الدولة. وأضاف وزير العدل: إن المجلس الأعلى للقضاء بفضل تصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع تعديل سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الاختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة. وقال زغماتي: إن المجلس الأعلى للقضاء طالما بقي يؤدي مهامه بهذا الحيز من الاختصاص فإنه يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وتطبيق سلطان العقوبات والقانون. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.